أهلا بكم إلى كلام بيروت في صدارة الصحف اليوم. زيارة موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للبنان واللقاءات التي أجراها في اليوم الأول من هذه الزيارة، وفي مقدمها اللقاءان مع رئيس عون ورئيس الحريري. وكذلك برزت في الصحف مستجدات السباق الانتخابي الذي بدأت تتصاعد حماوته على أكثر من صعيد. هذان العنوانان وغيرهما أتابعهما مع ضيفي الأستاذ ربيع الهبر، مدير عام شركة ستاتستكس لبنان وناشر موقع لبنان فايل. صباح الخير أستاذ ربيع. بونجور. أهلا وسهلا بك. بالطبع مع ربيع الهبر بدنا نسمع إحصاءات، أرقام انتخابات، آخر المعلومات، إنما سنبدأ معك بزيارة الموفد السعودي ولقاءاته باليوم الأول مع الرئيسين عون والحريري. البداية من وطبعا مساء مع الدكتور جعجع واللقاء والعشاء أيضا. كاريكاتير غانم بجريدة الجمهورية تحت عنوان الموفد السعودي لجعجع: عندما نأتي إلى معراب نشعر بأننا في منزلنا. رسم جعجع وعلى رأسه كوفية وعقال بمواجهة مؤيدي يقرأ ما كتب على لوح: عربة عراب إعراب معراب. زيارة معراب خلينا نبدأ فيها، كيف شفتها وما هي دلالاتها بالدرجة الأولى؟ لكن دلالاتها أنه هي تأتي بعد زيارة الرئيس سعد الحريري، تأتي في سياق تقريب وجهات النظر بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، وهي تأكيد على علاقة المملكة العربية السعودية برئيس حزب القوات اللبنانية والقوات اللبنانية. أنا بحطها كمان ضمن إطار جولة المملكة العربية السعودية، مسؤول أو من موفد المملكة العربية السعودية على حلفائهم التقليديين، يعني يلي هن حكما تيار المستقبل يلي لم يخرج ولم يصبح معادل المملكة العربية السعودية، بعده بصلب حلفاء المملكة العربية السعودية، وطبعا القوات اللبنانية يلي كمان بتجسد بشكل أو بآخر الحلف يلي بتقوده المملكة العربية السعودية بالمنطقة. بدنا نبدأ من حيث الشكل بداية. هل توقفت عند فترة الزيارة أو مدة الزيارة للرئيس عون يلي لم تتجاوز الدقائق مقارنة مع زيارة الرئيس الحريري ولاحقا زيارة الدكتور جعجع؟ يعني الشكل قال لك شيء؟ بقول لي الشكل انه زياره بروتوكوليه عند الرئيس عون، وهونيك زياره عمليه اكثر. عمليه او صداقه اكثر؟ لا مش صداقه، هي عمليه اكثر، يعني في بحث بمواضيع منها بامكانيه عوده الدعم السعودي الى فريق 14 دهر السابق. يعني هل اذا تضعها بخانه كمان اقتراب الانتخابات النيابيه؟ اكيد، لانه هي بتجي عشيه الانتخابات النيابيه هذه زياره، وتاتي يمكن لشد اواصر اللي عم بيخوضوا المعركه ضد حزب الله بشكل او باخر. نتحدث عن الشأن الانتخابي لاحقا، ولكن اليوم جريده المستقبل بحديث عن هالزيارة أبرز التأكيد الرئيس الحريري أنه هدفها الأساسي أن يكون هدف السعودية أن يكون لبنان سيد نفسه، والمحادثات ممتازة وسيلبي الدعوة بأقرب وقت ممكن. نهار الأربعاء في دعوة بعتقد زيارة للرئيس سعد الحريري إلى المملكة العربية. نهار الأربعاء تقصد غدا؟ غدا المساء، يعني بفل اليوم الموفد السعودي وغدا يتبعه الرئيس سعد الحريري على ما حكي. كان مفروض يغادر بكرة مساء حتى يقدر يشوف كل القيادات، يعني في مجموعة من اللقاءات. نعم، ولكن الزيارة الأساسية تبقى لخادم الحرمين الشريفين الملك. نعم، وبالتالي هذه الزيارة يعول عليها كثيرا في دعم تيار المستقبل ودعم الحكومة اللبنانية بخاصة اقتصادية. قبيل المؤتمرات الاقتصادية. قبيل المؤتمرات الاقتصادية التي من الممكن أن لا تأتي بأي نفع إلى الاقتصاد الوطني وإلى المالية اللبنانية. بطلت المشكلة مشكلة اقتصاد. نعم. صارت المشكلة مشكلة مال. يعني في خوف أنه أن لا تأتي بأي نفع، أم أن زيارة السعودية هي لكي ضمان أن تأتي؟ نحن مطالبين 17 مليار من الدول المانحة، انه اذا جبنا مليار بيكون كتير منيح. بتوقع انا انه ما نقدر نجيب شيء. تتوقع ان يعني من بعد عودة الرئيس الحريري ازراعة السعودية ان تبدأ ملامح
التحالفات بالظهور؟ هو يعني بكفي انه عودة المملكة العربية السعودية الى الجو اللبناني والى السياسة اللبنانية، وهذه زيارة كتير مهمة لحتى تعطي الاطمئنان الاقتصادي شوي للبنان للبنان. بالشق الانتخابي كلام دكتور جعجع امبارح يلي نشرته رئيسية النهار، واكد فيه التمسك مع المستقبل بالتفاهم على الحد الادنى من مسلمات وثوابت 14 اذار، هو غمز من قناة التحالف مع هذا الفريق؟ طبعا، لانه اذا عادت 14 اذار وتحالفت رح بتكون اقوى بكثير، علما انه القانون الانتخابي لا يسمح بفوز هذا الفريق بقى. لا يسمح بفوز هذا الفريق ولكن يسمح بفوز الفريق الاخر؟ يرجح بعد الفريق الاخر فريق؟ اصبح فرقاء خاصة بعد خروج التيار الوطني الحر من هذه المنظومة. نعم، فإذا اليوم التعويل على التيار الوطني الحر والدوري اللي بده يلعبه بعد الانتخابات، انه اذا كان بالوسط شيء واذا كان مع فريق ماني ادار وحزب الله شيء ثاني. عدم ادراج الوزير باسيل بجدول زيارات الموفد السعودي له دلاله معينه؟ لا دلالات، زار ما في دلالات، زاروا القيادات الرئيسيه بس رح يشوف رؤساء الاحزاب، يعني الشيخ سامي الجميل رح يشوف. ما بحياته كان التيار الوطني الحر حليف للمملكه العربيه السعوديه، هو يعني حليف لحلفاء المملكة العربية السعودية. طيب إذا حليف كان حليف الهدف يعني. إذا كان الهدف الانتخابات ما كان لازم ينشمل بهذه الزيارة؟ إنه رح يزور، لأن معروف الله إنه رح يصير في حد معين من التحالفات مع التيار الوطني ولكن الحر. ولكن ليس التيار الوطني الحر بحليف تقليدي للمملكة العربية السعودية. الشيخ سامي جميل ورئيس حزب القوات اللبنانية ورئيس تيار المستقبل هن حلفاء للمملكة العربية السعودية تقليديين، ومن شان هيك ومن غير الممكن أن يزور غير حلفائه. خليل فليحان اليوم بحسب موقع النشرة بيقول أنه نقلا عن مصدر خبير بالشأن السعودي أنه تبين للأمير محمد بن سلمان أن سعد الحريري هو الرجل الأقوى سنيا في لبنان وخير صديق للمملكة، ولا يمكن التخلي عنه وعن موقعه، ويجب التقريب بينه وبين جعجع. صحيح، برأيك هذا ما دفع لهذه الزيارة؟ هذه الخلاصة. ما عنده ولا أي حليف جد المملكة العربية السعودية بلبنان إلا على المستوى السني، إلا تيار المستقبل يلي عنده المرونة الأكبر والقدرة الأكبر في جميع المناطق اللبنانية والمناطق السنية. باقي الأطراف هن أطراف محليين، يعني الطرف يلي بطرابلس بطرابلس مش ببيروت، والطرف يلي بالبقاع الغربي بالبقاع الغربي، وتيار المستقبل موجود بين الجميع عند الجميع. سيجري جس نبض هالاطراف السنيه الاخرى؟ ما بعتقد خلال هذه الزياره. هي دلاله على انه ما بعرف انه اذا ما صار في لقاءات معه. جدول الاعمال موجود عليه، مثلا الرئيس لواء ريفي او اللواء ريفي، مش ما شفت انا هيك، ما شفت. طيب اذا ما صارت هاللقاءات كمان لها معنى معين بالنسبه للانتخابات؟ اذا ما صارت هذه اللقاءات معناتها انه المملكه العربيه السعوديه لن تتخلى عن حلفها مع تيار المستقبل، لانه تيار المستقبل هو الفريق الحيوي الاكبر عند الطائفه السنيه، وما زالت يعني تعتبره تاليا المرجع الاول خلاف ما قيل بفتره الماضية انه لم يعد كذلك. مش خيار للمملكة العربية السعودية انه تعتبره المرجع الاول، قدرة تيار المستقبل ومرونته وشعبيته بتجعله المرجع الاول. بغض النظر عن مين التقوا ومين ما التقوا، تيار المستقبل هو التيار الاكبر والشعبية الاكبر والشاملة لدى الطائفة السنية، علما انه جميع الافرقاء السنة المنفتحين على المملكة العربية السعودية هم أصدقاء للمملكة، ولكنهم أطراف محليين وليسوا أطراف دوليين. هل هالأمر يجعلهم بموقف محرج مثلا لجهة التحالف مع حزب الله بأماكن معينة؟ ايه، بيجعلهم بموقف محرج مثلا بالبقاع الغربي أو بأماكن أخرى لتيار المستقبل؟ لا، للسنة الآخرين. لا، ما بيجعلهم بموقف محرج، هن رح يتعاملوا يعني باتجاه المملكة يلي بعده موقفها ثابت من حزب الله. الوزير السابق عبد الرحيم مراد سيكون على لائحة مع حزب الله، ما في شيء رح بيغير، واللواء أشرف ريفي رح يضل على تطرفه وعلى
يعني على ما وقفه ما رح يتغير هذه الشغلة، ولكن يبقى تيار المستقبل موجود إلى جامع جميع الأطراف، وهو قاسم مشترك بين الأطراف السنية يلي هي يعني بده يكون بالمناطق يلي فيها أطراف سنية مع تيار المستقبل، أو على الطرف النقيض ضد مع باردون حزب الله، وعلى الطرف النقيض ضد حزب الله على الآخر. يعني رح يتواجه تيار المستقبل مع أشرف ريفي المتطرف جدا ضد حزب الله، ومع عبد الرحيم المتحالف جدا الحليف المتحالف جدا مع حزب الله. وهون بيوقع الخيار للناخبين، يعني أي الخيار مش للناخبين، الخيار سيكون للوسطية. للوسطية اليوم يلي بعبر عنا تيار المستقبل يلي هو اليوم قادر يتعاطى مع جميع اللبنانيين على حد سواء. مقابلة الرئيس الحريري الأخيرة ضمن برنامج تلفزيوني كتير أخذت استحوذت على تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. كاريكاتير الشرق رسم الرئيس الحريري يجلس بين الأطفال ويقول معكم أحلى من جلسة مجلس الوزراء. كيف شفت هذه المقابلة أستاذ ربيع؟ هي تعبر يعني هي من ضمن الحملة الانتخابية. أنا بدرجة حملة انتخابية ليش؟ برنامج تلفزيوني. برنامج تلفزيوني ولكن يندرج ضمن إطار بناء الشعبية إذا بدك. أنا بشوفها من ناحية تقنية، ولكن كمان تعبر عن أنه سعد الحريري قريب من اللبنانيين ومن مختلف الفئات ومختلف مراوح المجتمع. فأنا بشوفها بصورة إيجابية، ويا ريت على طول بضل في أشياء هيك إيجابية. رح ناخد فاصل، بعده مباشرة رح نبدأ بالحديث عن موضوع الانتخابات، لأنه لليوم فقط 158 مرشح تقدموا بترشيحاتهم، والمهلة الأخيرة أقل من أسبوع بعد في عليها. وذلك يعني بين هال 158 في 8 نساء فقط، والرقم كله سوا ما بيعبر عن حماسة انتخابية معينة. ليش هذه الأرقام؟ وبقية الموضوع بعد الفاصل.